بخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين يا جماعه، ده بيض رومي ابيض، بيض رومي ابيض. اول تجربه، اول مره هنحط رومي ابيض في الفقاسه. تمام، هنشغل الفقاسه بتاعتنا ونحط الميه ونحط البيض. البيض ده طبعا بتاع حد مننا، يعني حد من يعني مش عزيز، حد عزيز علينا. تمام، خدنا منه عدد 6 بيضات اهوت، ادي 1 2 3 4 5 6. السته ديت لما جينا نفتح الكيس دلوقتي لقيناها فيها كسر، عملنا معاها حاجة غريبة جدا، حاجة احنا بنعملها مع بيض الحمام دايما. ايه هي؟ لما لقينا فيها شرخ صغنن كده، جبنا عشان الشرخ ده ما يفتحش في الفقاسة، لأن الفقاسة بتقلب البيض. تمام؟ جبنا سبلة حمام، جبنا سبلة فراخ أو سبلة حمام، وحطيناها على الحتة دي زي نظام كده إن أنت بتعمل حاجة بالأسمنت. أهي. حطيناها على المكان ده اللي هي تكتمه. زي ما احنا شايفين كده. شايفين عاملة إزاي؟ أهي. تمام؟ وهنبدا دلوقتي نشغل الفقاسه ونحط فيها البيض. شاركوا معانا كده اللحظه ديت، وتعالوا كده عشان نحسب للبيض ده ال 21 يوم ونشوف الانتاج بتاعه. زي ما انتم عارفين احنا نقلنا الفقاسه من البيت للمزرعه علشان بسبب اعطال الكهرباء كل شويه، وان النور بيقطع كل شويه. يلا بينا. طبعا اول حاجه يا جماعه احنا المفروض ان احنا بنحط ميه للفقاسه. جبت ميه يا مسعود؟ اه يا حبيبي. هنشغل الفقاسه الاول اهو. شغلنا الفقاسه كده. تمام، هي هنا مداني الاشارات، محتاجه ميه، لسه بتسخن نفسها، بتجهز نفسها، الكلام ده كله. هنا عشان نشغل كده انا بنختار نوع اهو. هنا كده وز، ده بط، ده وز اهو، ده حمام، ده كده عصافير، طبعا ده العادي، ده فراخ. احنا بنشغل الرومي مع الفراخ على الفراخ. تمام، الازازه دي هتخليني ده هنا دايما عشان نزود ده هنا. اللي يخش هنا طبعا هيزود دي كل يوم، كل يوم مره. اه كل يوم مره، بس لقيتها مليانه يعني ممكن تفوت يوم وتزود يوم. المهم ان دي دايما اللي تحط صبعك تلاقي ميه. تمام، تعالوا دلوقتي يا جماعه احنا عشان برضو هنفصل تاني. تمام، ونبدا ان احنا نحط البيض. بص يا باشا، طبعا البيض معروف، احنا مفيش الفقاسه ما فيهاش بيض خالص الا ده. تمام، هنبدا نحط البيض اهو اهو. ناولني كده سي، واحده 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 اهو. طبعا ادي كده يا جماعه بنحط البيض في اي مكان عادي، مش يعني مش لازم ان انت ترص ولازم ان انت تعمل الكلام ده كله. انت بتحط البيض كده، هي بتقلبه. يعني على فكره انت ممكن تحط البيض دلوقتي وتشغل، تبص تلاقي البيضه دي راحت هناك، هنا البيضه دي جت كده، هي الفقاسه بتقلب كده. معانا 6 بيضات اهو، حطيناهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لما نيجي نشغل المواسير اللي جوه دي بتلف، والتسخين بيشتغل والبخار بيشتغل، بنبص نلاقي ممكن البيضه دي تيجي هنا، ممكن البيضه دي تيجي هنا، فالموضوع بيبقى امر طبيعي يعني. تمام، يلا بينا دلوقتي كده هننزل بالفقاسه كده اتقفلت، نتاكد ان هي مقفوله. تمام، وهنبدا ان احنا نشغل اهو، وهنكتب على ورقه تاريخ النهارده، يعني احنا حطينا البيض ده يوم كام. تمام، هنبدا نجيب الميه بتاعتي زي ما انتم شايفين، ادي ميه عاديه من الحنفيه. الكاميرا تيجي كده شيل جبل. اول مره بتاخد ميه كتير على فكره، يعني اول مره ممكن تاخد ازازتين او ثلاثه، بعد كده انت بتزود بقى زي بالظبط الريدتير العربيه اهو. طبعا احنا نفترض، طب يا ابو نور احنا في نص الدوره دي مثلا، في نص ميعاد البيض مثلا او عدى اسبوع وعايزين نحط بيض تاني، عادي انت ممكن تحط بيض تاني في اي وقت، وكل مجموعه بيض تكتب لها مواعيدها، يعني كل مجموعه بيض نكتب مواعيدها. احنا بقى النهارده طبعا بقى رجاله انتوا كده عارفين، اول النور ما يقطع بتشغل الايه؟ المكنه على طول. تمام، المهم دي ما تفصلش. طبعا الفقاسه على فكره ما بتسحبش كهرباء ياما، دي زي شاحن التليفون بالظبط. احنا عندنا هنا الفرق بين هنا وبين المكان القديم ان في هنا مولد كهرباء، لما النور بيقطع بنشغل على طول. طبعا احنا كده بنحط ميه عشان البخار. ياسين انا عايز قماشه كبيره نغطيها بيها، قماشه كبيره، قول لهم هاتوا قماشه كبيره، مفرش كده اي حاجه.
واللي يحطه ميه رجاله تمام بالراحه ما يكبش بره يعني. ها تمام تمام يا طبعا بالطريقه دي يا جماعه. خد يا مسعود بقى حط انت كده مع نفسك تمام، وخلي دايما ازازه هنا، ازازه واحده يعني تبقى هنا كده تمام، مقفوله محطوطه هنا عشان تملى بيها. تحط دي، تحط في الثلاثه دي خلاص كده صح؟ ايه اه لا لسه انت هتزود، حط بقى هنا وهنا عادي اهو، انت هتحط في الثلاثه فاهمني؟ بالراحه ما توقعش تحت، ايوه بالراحه كده. طبعا يا جماعه بالطريقه دي هنتابع الفقاسه بتاعتنا وهنشوف اخبارها ايه اول باول، وانا عارف ان في ناس كتير بتحب الحلقات بتاعت الفقس وعايزه تتابع معانا ونشوف بيض الرومي هيطلع ولا ايه. زي ما انتوا عارفين احنا حطينا فيها بيض قبل كده في البيت هناك، ومكنه الكهرباء ما شغلتش الموضوع ده تمام، والموضوع طلع فاشل عشان الكهرباء بتقطع ساعتين، ساعتين كفيلين ان هم يموتوا الكتكوت جوه البيض. لكن بالنسبه للفأس هنا احنا هنبقى مهتمين بمكنه الكهرباء، اول ما النور يقطع هنشغل الكهرباء على طول علشان الفأس او دوره البيض ما توقفش في المكنه. هنتابع في الحاله دي، طبعا هي لسه بتجهز نفسها للتسخين. الفرق بين هنا كمان والمكان هناك في البيت ان المكان هنا سخن دافي تمام، يعني احنا هنا المكان هنا فيه تسخين وفي دفايات وفي حاجات زي كده، فالفرق بين هنا وهناك ان المكان دافي كمان، انما المكان هناك الرطوبه عاليه جدا. هنا المكنه بتديني نسب معينه في الحراره حسب الحراره المحيطه بها كمان تمام، هي بتظبط نسبه حراره البيض، التدفئه بتاعته، التبخير بتاعه، وقت اللف الدوران بتاع البقر اللي جوه تمام علشان يقلب البيض. طبعا ساعه الانتاج بتبدا ان هي تصفر وتعرفني ان في دوره بيض طلع. انت بتسيب لنا ازازه واحده تمام، دايما بتفضل هنا. هنشوف ازازه بقى 2 رتل صغيره لا ما ينفعش 2 رتل، لازم صغيره. 2 رتل هتبقى كبيره في ايدينا. انا كنت هطلع لك اللي هي ربع رتل. اه كل يعني يوم ويوم لا كده بتخش ايه؟ تزود الثلاثه دول. نبدا بقى يا جماعه، هنجيب ورقه تمام وهنكتب البيض اللي احنا حطيناه، عدد البيض ولنفترض تمام. هات لي ياسين، هات لي قلم حلوه ماشي، لا مفرش كبير شويه، هات لي قلم معاك وهنكتب يا جماعه البيض هنحطه هنا وهنحط الورقه هنا كده عشان تفضل في المكان بتاعها تمام. هنكتب اليوم التاريخ وعدد البيض ونوع البيض ايه في الورقه بتاعته، وادعوا لنا بقى تطلع على خير وتكمل على خير ونشوف بقى الكتاكيت الرومي باذن الله. تحياتي ليكم، تحياتي لكل متابعينا، مليون مسا عليكم ويا رب الخير عندكم جميعا.